ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد النهارده، هنلعب ماينكرافت وهنلعب تاني في سيرفر. فلو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. وبس يلا بينا نبتدي الفيديو. اوكي يا جماعه، احنا هو بدانا نلعب النهارده. طبعا يا جماعه هنلعب سكاي وورز، معانا واحد اهو ده فرقتي. ما علينا، يلا اجهز نفسي عشان طبعا يا جماعه اكسب يعني. يلا يا جماعه جاهزين، احنا هنفرم كل الموجودين يا جماعه في اللعبه. بصوا حتى شكله يدوش ازاي في اللعبه. يا جماعه ده الحته اللي احنا وصلنا لها، وصلنا المكان ده. مش حد هنا يا جماعه؟ مفيش حد هنا تقريبا ولا ايه؟ كده يا جماعه يلا بينا نقتل كل الموجودين. انتوا عارفين انكم معاكم مختلف اكيد يعني، صح يا جماعه؟ اه يا جماعه واحد، تعالى تعالى تعالى، متخافش متخافش. انا بس اوكي يا جماعه، المره دي هنلعب بقى من غير فرقه يعني، من غير ما يكون قصدي يعني حد معايا، فاهمين؟ يلا بينا بقى يا جماعه عشان نكسب. يلا احنا هنقتل كل اللي معانا بالبو ده. اي حد نشوفه قاعد بيحاول يجي لنا نطف عليه البو ونموت. يا جماعه هو الشخص اللي وقع ده؟ اوكي يا جماعة رحنا المفروض لحد هنا ولا ايه؟ مفيش حد هنا ولا فيه؟ لا تقريبا يا جماعة راح هنا، هو رايح هنا كده. شفت حد يا جماعة؟ النت عندي بيهنج مش راضي يضرب بالشخص يا جماعة. يا عم يا عم موت يا عم. يا جماعة خلاص اتصرفت في موضوع النت ده، وصلت اللاب ببقتي عشان النت يبقى سريع وافقل عنه. النت مش فاهم ايه العمل ده يعني، فانا كنت ممكن اكسب يا جماعة بس النت خسرني يعني. ليه ليه؟ يا جماعة أنا خسرت يا جماعة، في اتنين قعدوا يجروا ورايا وأنا جيت منهم فوقعوني، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل حاجة يا جماعة. نلعب تاني مش مشكلة. يا جماعة يلا هنبتدي تاني، بس المرة دي بقى هنكسب يا جماعة. ماشي المرة دي هنكسب يعني. أنا المرتين الأولانيين دول كنت بهزر وبسيبهم يغلبوني، بس لا المرة دي أنا اللي هغلبهم. انتوا عارفين اكيد يعني يا جماعه بقى العب، صح؟ صح؟ يلا بينا نقتل نغلبهم كلهم يا جماعه. يلا ده كان فيديو النهارده، فلو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده، واكيد هنكمل في السلسله دي. فبس سلام يا احلى ناس في الدنيا، يلا سلام.